اللقاء كان أكثر من حار، ليس كالمعتاد، والدموع لم تحمل فرحة الانتظار بل الفرج بعودة الأبناء سالمين بعد رحلة طويلة من المعاناة. وكنا قاعدين فجأة إنه لبست علينا الشنطة على ظهري، بس ما معي غير شنطة على ظهري وظهرت فيها وخلصت. يعني بعد في طلاب رفقاتك على قنين هون؟ في الشباب بس كلهم عم يطلع، مش يعني كل يوم عم يطلع، يعني تقريبا بمنطقتي ما عادش في حدا من الشباب بعرفهم، كله سافر، كل الجنسيات. طريقكم كانت صعبة من أوكرانيا على رومانيا؟ هلا أخذنا تقريبا ترين وكذا ترين وهيك، بس الحمد لله توفقنا كتير بالطريق. بس عشنا يعني في لما كنا بكييف بالعاصمة، يعني قاعدين بالقطار واقفين ساعتين وسامعين صوت الضرب ونشوف قدامك إنه ولعان وهيك. نحن أنا نزلت مرتين بالقطار قد ما الناس دفشوني، في مرة شنطتي ضلوا بالأرض، في لولا ناس ناولوني شنطتي كنت هلا بلا تياب. أغراضي بقيت بالبيت هلا، ما بعرف اللي انقصف امبارح او يعني دغري تنهار بعد ما فلت من حد البيت. لرومانيا كان طريق منيح، يعني كلنا قطعنا مرحله الخطر. الدكتور مراد برومانيا تكفل بكل شيء من الالف للياء. اول شيء بلشنا خاركوف الفوف حوالي شيء 28 ساعه. صراحه هالرحله ما فيني انسى ابدا، ها فيها المر هذا اكثر شيء تعذبنا فيه. بعدين الحمد لله رجعنا من تاكسي من الفوف على الحدود، على حدود رومانيا. بعدين استقبلوا هنيك الان جي او، كتر خيره قعدونا باوتيل، نيموني قالوا لنا روحوا ارتاحوا. رجع كتر خيره الدكتور محمد مراد رجع استقبلنا باوتيل فينيسيا، رجع حكوا لنا انه نحن زبطنا لكم وضعكم على الطياره. العتب على التباطؤ في تعاطي الحكومة مع إجلائهم، فيما كان البعض ينتظر الإجراءات السريعة التي تضمن سلامتهم. دولة ما كانت موجودة، السفارة ما فينا نلومها كتير لأنه ما عندها إمكانيات على أرض الواقع. كتير الوضع كان صعب. أعضاء الدبلوماسية مثلنا، يعني كانوا واقعين بنفس المشكلة، فبهيك ظروف ما كانوا قادرين يعملوا شيء. رومانيا يعطيه العافية السيد محمد مراد والجالية اللبنانية، ما قصروا معه بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري الله يطول بعمره. والجالية اللبنانية ما قصرت، والسيد محمد مراد عمل الواجب والمستحب بمبادرة فردية وجهود شخصية، ويعطيه ألف عافية وهو أطالهم وبعتهم اليوم. بالبداية ست اللي بكل صراحة كنا عم نعمل خطة أنه تقدر نعمل إجلاء هدنة، من خلال الهدنة نعمل إجلاء تام، من خلال قافلة كونفو تطلع سوا. بس الساتة اللي دلت مستمرة المعارك، ومثل ما شايفين ما بنعرف نحن المفاوضات أو بصير هدنة أو ما تصير هدنة. كان من الأنسب أنه دغري نحن نتوجه لمجموعات يطلعوا الشباب، وهذا اللي كان التنسيق نحن والسفارات والسفير علي ظهري اللي كان موجود بكييف. ولو ما في مبادرات فردية ما كان زبط شيء حتى برومانيا. خلونا نكون واضحين، والطيارة اللي جاي مش جاي على حساب الدولة، جاي تقديمي. نحن عم نساعدهم بالشغل، هيدي الأسامي أمنا لهم إياها، عملنا لهم جروبات، نظمنا هذه الجروبات، إن شاء الله يكملوها. بعد عنا ناس نحن عم بقول علقانين بخرسون، علقانين بسومي، علقانين بمدن للأسف دولة مش سامعة فيها حتى، يعني خريطة ما مستعدين ناخذ نحن ونشوف شو بدنا نعمل، لأنه نحن حذرناهم قبل 15 يوم، نحن الدولار الطالب قلنا تسليم نطالب فيه ساعة بيمضوه ساعة بردوه، والمصارف ما نفذته، ونحن اليوم عم نعيش نتائج هيدا الشيء. الدفعة الأولى وصلت، أما السؤال ماذا عن الإجراءات السريعة لتعيد من بقي عالقا من لبنانيين وطلاب يعيشون تحت وطأة ضغط حرب من جهة وحرمان من دولار يكفي أقساط جامعاتهم في الخارج؟